أحييكم أعزائنا المتابعين وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نصائح طبية، ونستضيف في الاستديو أخصائي المسالك البولية والعقم لدى الرجال دكتور أيمن السحباني. دكتور أهلا وسهلا بك. حياكم الله. دكتور، في الحقيقة يعني عنوان حلقتنا لهذا اليوم السلس البولي والبول المتكرر، يعني لو تطرقنا في بداية الحلقة إلى عدد المرات وكمية البول الذي من المفترض أن يخرج لدى الإنسان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا متشكر لك ومتشكر هذه الاستضافة. طبعا بداية استجابة للكم الكبير من الرسائل اللي بيطرحوا إنه البول المتكرر، تكرار البول، آلام وحرقان البول، إن شاء الله سنجيب عن كل هذه التساؤلات في هذه الحلقة وفي هذا المقطع على عجالة بإذن الله تعالى. أولا يمكن عشان المشاهد الكريم يتضح أو تكتمل الصورة، متى نقول إنه في بول متكرر أو هذا البول عدد مرات؟ هل بعدد المرات أم بالكمية؟ أنا بدي أقول لك إنه البول الطبيعي الإنسان المفترض إنه في خلال النهار من 4 إلى 6 مرات، يعني اللي البول عدد مرات تبول الطبيعي من 4 إلى 6 مرات. طبعا بعض الأحيان ممكن نقول لك والله يا دكتور أنا ببول صباحا وبعدين لآخر الليل مرتين في اليوم، وهذا بدل قلة السوائل. معروف إنه الإنسان الطبيعي كمية السوائل التي يجب أن يشربها أو يستخدمها حسب وزنه. طبعا بشكل تقريبي احنا بنقول انه لو وزنه 60 كيلو من 2 لتر ل 3 لتر، لو وزنه 80 كيلو من 3 لتر الى 4 لتر، لو وزنه 100 كيلو من 4 لتر الى 5 لتر. هذه تقريبيا كميه اللي هو السوائل التي يعني يجب انه يشربها الانسان. طبعا بدنا نتكلم عن نوعية السوائل، هل نقصد بها المنبهات؟ هل نقصد بها السوائل الغازية؟ لا، احنا بنقصد بها السوائل اللي هي المياه المفلترة الطبيعية، هذه اللي هو الكمية المفروض أو المفترض، أو مش المنبهات، مش القهوة والشاي، المفترض أن الإنسان يستهلكها. طبعا كثير من الأحيان الأغلب بيعاني من قلة شرب السوائل، يعني بيجي بنقول له تذكر وقتيش، تذكر وقتيش أنت آخر مرة شربت فيها سوائل، بيقول لك والله يا دكتور أنا يمكن الصبح الظهر لو حسبنا بلاقيها كمية قليلة جدا وهي لتر. وبالتالي البعض نعم يقول لك أنا فترة صباحية ببول آخر النهار. طبعا لو شرب الإنسان كمية المفترض أنه يشربها هو عدد مرات الطبيعي من 4 إلى 6 مرات. طبعا لو زادت الآن هو حلقتنا هذه أنه في ناس مش بيقول لك يا دكتور أنا كل نص ساعة، أنا دكتور بشرب كوباية أو كوب من الماء وبعد 10 دقائق بدي أروح على الحمام، وهذه بتسبب أزمة كبيرة للناس، بالأخص الناس اللي بيعملوا خارج اللي هو مش أعمال مكتبية، يعني مش في البيت. إنه إذا بده أنا سائق سيارة بدي كل ربع ساعة أو كل نص ساعة بدي أروح الحمام، هذا عمل لي مشكلة. أنا لو مسؤول وفي عندي خطاب بدي ألقيه خلال الخطاب الرسمي لما يزنق البول، بالتالي يعني هذا عمل له ربكة. لو في عندي اجتماعات واجتماع مع شخصية مهمة بدي أروح في خلال الساعة الاجتماع بدي أروح مرتين ثلاثة على الحمام أو أكثر، وبالتالي حتعمل لي قلق وأزمة. بعض الناس بيقول لك يا دكتور أنا يعني بضلني في البيت لأنه مش قادر أغادر البيت لأنه بدي أروح على الحمام كتير، وهذا عامل أزمة كبيرة. الناس اللي عندها تكرار في البول يعني من أكثر من 6 مرات، يعني 8 مرات أو 10 مرات في النهار، هذه هو نعم هذا هو تكرار البول. لكن السؤال اللي أنت إجابة أيضا على السؤال اللي أنت ذكرته، هل هو ممكن أقول لك يا دكتور أنا بروح لكن كميات صغيرة تنقيط من البول، أو بول شوية وبعد ربع ساعة بحس حالي ما فرغتش إلى خاطر كمان مرة أروح على الحمام وأفرغ كمان مرة، أو إنه بيجي بقول لك لا يا دكتور أنا كل مرة بعرفش حتى من وين السوائل هذه بتجيني، البول كمية كبيرة. فهذا كلها أسباب لأمراض معينة، يعني تكرار البول هل هو مرض أم عرض؟ لا، إحنا بنقول عرض لأمراض كثيرة. ومن هنا احنا بنتكلم عن الاسباب. دكتور طب الان يعني في مضمار اسباب كثرة التبول، ما هي الاسباب التي نعم تؤدي الى هذا؟ يعني الاسباب هي اسباب كثيرة، احنا عشان نختصر على المشاهد الكريم وما ناخدش وقت كتير. الاسباب ممكن نذكر منها اسباب تتعلق بالبروستاتا، اسباب تتعلق في المثانة، اسباب تتعلق بالصحة العامة بالامراض المزمنة،
وحنتكلم ونفصل فيها شوية، لأنه من الأسباب هيتم الحلول، وبالتالي لا يوجد روشتة واحدة لتكرار بول. يعني ممكن نقول لي 100 واحد يقول أنا عندي تكرار في البول يا دكتور، كل 100 فرع على الحمام، لكن 100 واحد من هم مش روشتة واحدة، اللي هم كل واحد حسب السبب. مشان هيك مهم جدا نذكر الأسباب. الأسباب لو ذكرنا أول شيء المثانة. المثانة لها أسباب كثيرة. نعم المثانة هي من ضمن الأسباب اللي بتسبب تكرار البول. يعني ممكن يكون المثانة العصبية، ممكن يكون حصوات في المثانة، ممكن يكون أورام لا سمح الله وسرطانات في المثانة، ممكن يكون التهابات في المثانة، وكل حاجة إلى حاجة. يعني الورم في المثانة حله مختلف بالضبط، والالتهاب له دلالاته طبعا وله أعراضه، طبعا الحصوات لها دلالات ولها أعراض. يعني لو تكلمنا عن جينا قلنا الحصوات هي المسبب لا تكرار البول، إيش الأعراض وإيش الغير إنه تكرار البول؟ هنلاقي إنه البول فيه دم، هنلاقي إنه في ألم أثناء التبول، هنلاقي إنه حرقان، لأنه الحصوات تتحرك في المثانة وبالتالي بتعمل الدم بينزل مع البول المتكرر اللي هو الدم، وإنه الحرقان وإنه الألم. لو جينا قلنا السرطان، السرطان من ضمنها إنه حينزل كتل في البول، حينزل البول مدمم دم، حينزل هو دم بحس إنه دم، حيكون ممكن يكون لو حرقان في البول، وممكن يكون ألم أثناء التبول من اللي هو السرطان. وبالتالي كل حاجة إلى حاجة. الالتهابات إلها برضو أعراض تانية. الالتهابات ممكن نقول البول بينزل تنقيط، عصر في البول، يعني صعوبة في التبول، البول بقطع، حرقان في البول، بول متكرر، وممكن يكون مع شدة الالتهابات حتى دم في البول، وبالتالي هذه مشاكل المثانة. الآن دكتور طب المشاكل هذه إيش الحلول؟ الآن حنتكلم عن الحلول، لكن بدي أذكر لك باقي الأسباب، وحنتكلم في كل حاجة الحلول عشان تكتمل الفكرة. لو جينا هذه مشاكل المثانة الأسباب، وبالتالي إحنا قلنا الأسباب متعددة لكن العرض واحد اللي هو تكرار البول، الكل بيشكي من تكرار البول. المشاكل البروستاتا، يعني احتقان غدة البروستاتا تعمل تكرار في التبول، التهاب غدة البروستاتا تعمل أيضا يعني تكرار في البول، تضخم غدة البروستاتا، ولا سمح الله سرطان غدة البروستاتا. شايفين يعني في 4 أسباب لا مشاكل بتسببها تكرار البول، مشاكل البروستاتا، وبالتالي الاحتقان له علاج مختلف، وطبعا أعراضه مختلفة. يعني مش بس التكرار، لا بيكون مصاحب حاجات تانية، لأنه المريض نعم يشتكي من كثرة التبول أو تكرار البول أو السلس البولي. يعني مثلا نقول تضخم غدة البروستاتا تختلف عن احتقان غدة البروستاتا. تضخم غدة البروستاتا بالأخص عند كبار السن، يعني الناس اللي فوق 45 يعني 50 سنة وأكثر، بيجي بقول لك أنا دكتور بروح بالأخص بالليل، بالنهار نعم ببول لكن في صعوبة، البول بيطلع يعني الدفع، قوة الدفع فيه قليلة. هنا احنا بنفكر بتضخم غدة البروستاتا. او بيجي بقول لك يا دكتور انا بتسكر معايا، حتى ممكن يوصل انه يورو ريتينشن يعني احتباس في البول. او بيجي بقول لك انا يا دكتور بديتها بالليل، هو الانسان الطبيعي احنا قلنا من 4 إلى 6 مرات في النهار، لكن بالليل الاصل انه يبول قبل ما ينام لحد الفجر وقوم يبول. لكن الناس اللي عندهم البروستاتا متضخمة بصير عندهم تكرار في البول بالليل بالأخص، إنه بقوم مرة بعدين مرتين بعدين ثلاثة، وكل ما الأمور تأزمت تضخمت غدة البروستاتا وزاد التضخم بزيد عدد مرات تبول بالليل. وبالتالي بيجي بقول لك أنا ما فيش قوة دفع عندهم هذول المتضخمة، أو بقطع البول عندي ما فيش عنده حرقان لكن في عنده تكرار في البول. ممكن يقول لك يا دكتور أنا في النهار 10 مرات 15 مرة و20 مرة، وبالتالي حياته يعني تنقلب فعلا جحيم. بعض الرسائل اللي تجيني عمال من اليوتيوب والفيسبوك والتواصل الاجتماعي بقول لك أنا حياتي جحيم يا دكتور، أنا عندي آلام، يعني عندي تكرار، أنا قاعد بروحش أي مكان، قاعد جنب الحمام يا دكتور، لأنه كل نص ساعة بدي أروح على الحمام. وبالتالي هي مشكلة، لكن حلها الحل السحري لهذه المشكلة معرفة السبب. مشان هيك على أطبائنا وعلى المعالجين إنه المريض لما يجيهم يجي يسأل هنا differential diagnosis، السبب من المثانة وذكرنا الأسباب، هل من البروستاتا والالتهابات البروستاتا، يعني بيجي بقول لك أنا عندي حرقان في البول، عندي تكرار في البول، عندي تقطيع في البول، عندي آلام أسفل البطن مكان المثانة، عندي إنه لما بفرغ البول بحس هل ما فرغتش الخاطر كمان مرة أروح على الحمام أفرغ، عندي خطين، كل أعراض التهابات غدة البروستاتا إلها يمكن 15 عرض. وبالتالي عرض تكرر البول
العرض، احنا قلنا العرض هو عرض ام مرض؟ لا هو عرض، يعني بتكون من ضمن اعراض تانية، مش بس تكرار البول، لا في اعراض تانية. طيب ايش في دكتور؟ يعني انت الان احنا قلنا اللي هو المثانه، مشاكل المثانه، مشاكل البروستاتا، ايش في مشاكل ثانيه؟ الامراض العامه، الامراض المزمنه، يعني السكري، الضغط، الجلطات اللي هو السكتات الدماغيه والجلطات، هذه كلها بتؤدي الى يعني تكرار البول. الان والسلس البولي، يعني طبعا الناس اللي عندهم جلطات بتحكموش في البول، الناس اللي عندهم بعض الاحيان سكري بتحكموش في البول، يعني مثلا بيجي بروح انحشر الان هالوقت هو قاعد طبيعي بحس بالحشرة انه بدي بول على الحمام، لو لقى الحمام باب الحمام مقفل ممكن يعملها، بتحكمش البول، وهذه بالضبط، وهذه من مشاكل. ومنشان هيك من ضمن الحلول اللي احنا بدنا نضبط الحاجات هذه استخدام الادوية، الناس اللي بتاخد ادوية الضغط فيها مدرات البول او الادوية اللي فيها مدرات للبول من ضمن اسباب تكرار البول، منشان هيك بدنا ندور وين السبب. يعني هذا اللي بياخد ادوية بس حلها انه الدواء نغيره لدواء تاني بخف تكرار البول، شوف كيف؟ ما رحناش على السرطانات، ما رحناش على المثانه، ما رحناش على البروستاتا، وبالتالي الحل السحري كما قلت لك بمعرفة السبب، تشخيص. التشخيص هو التشخيص يبدا من السؤال، الطبيب الماهر بيجي مش عندي تكرار في البول يا دكتور، انا رايح جاي على الحمام اخذ الدواء 1-2 ما حليناش شيء. وبالتالي دائما حتى في المقاطع اللي انا بطلقها او بتكلم فيها دائما بدور وين السبب، لانه اذا عرف السبب الحل بيصير ايسر واسهل وحل سحر وحل نهائي. طيب يعني من ضمن الحاجات في اسباب ايضا اخرى كثيره، الحاجات العامه، يعني واحد بيجي بيقول لك انا اول ما بصحى يا دكتور بشرب 2 لتر، مش صح، من نشرب 2 لتر، بدي اشرب كوبايه كوبايتين. وهذا اللي بيشرب بيقول انا يا دكتور مشهور معروف انه بشرب سوائل كثيره، برضه مش صح، ترهق الكليتين وترهق الجسم. مش مطلوب منك، احنا قلنا قديش الكميه في بدايه حديثنا، مش مطلوب منك تشرب لي 6 لتر و8 لتر و10 لتر، بالعكس هذا حتروح، يعني انت تشرب 2 لتر بعد نص ساعه حتروح على الحمام، اذا يعني ما فيش عندك مشكله، ها ما فيش عندك اي مشكله، لكن انت من سؤالنا تشرب سوائل كتير بقول لك والله دكتور انا مدمن، انا بشرب سوائل كتيره وبالتالي يعني بروح على الحمام كتير. المنبهات، مش بقول لك انا بشرب للمجز هذا قهوه وبشرب 5-6 مجات في اليوم كوبايات زي هذه قهوه، او السوائل الغازيه الكول، لان كل هذه مدره للبول، السوائل الغازيه كل هذه بتدر، وهذه بدون امراض، يعني هذا مش مرض. بالتالي على الطبيب او على المعالج انه نعرف وين السبب، اذا عرفنا السبب انحلت الامور. وبالتالي هذا بقودنا للتشخيص ولا الحلول، عشان ننهي المقطع ما نطولش اكثر من هيك. التشخيص احنا دائما ماشي بنسال المريض طبعا بنستفسر، والطبيب بتوجه هنا وين المشكله، هل هي من المثانه وعديناها، هل هي من البروستاتا وعديناها، هل من مشاكل عامه في الجسم الامراض يعني وعديناها، ام حتى من اللي هو الاشياء اللي شربنا للمدرات البول اللي هو السوائل او المنبهات الكثيره اللي بتدر البول، شايف، حتى العصائر، حتى الحليب، هذه كلها اشياء مدره للبول، او استخدام الادويه طبعا، وهذه طبعا يعني اشياء مرضيه او غير مرضيه، ممكن تكون غير مرضيه لانه بيشرب سوائل كثير. طيب بنعمل تحليل بول كاروتين، اذا ما فيش حاجه يعني بوجهنا بنعمل تحليل، بعض الاحيان تحليل السائل منوي عشان نشوف مشاكل البروستاتا موجوده ولا لا، بنعمل تصوير تلفزيوني للكليتين وللمثانه ولا للبروستيت، وعلى اساس نشوف في حصاوي، لانه بعض الاحيان حصوات بتعمل، الحصوات بتعمل بالاخص حصوات اسفل الحالب او في المثانه او في مجرى البول بتعمل تكرار للبول، وبالتالي طبعا مصاحبه لاشياء لالام ولا للدم انه في البول، او حتى انه بيقول لك البول لونه احمر. وبالتالي استاذ احمد بناء على السبب بنيجي بنعمل التحاليل، او يعني احنا بعد سؤالنا بعد فحصنا السريري التحاليل اللازمه اللي احنا ذكرناها. الحلول، وعززنا هذا المقطع الحلول، طبعا اول شيء بناء على السبب، يعني اذا كان احنا شكينا في المثانه وعملنا صوره تلفزيون وقلنا المثانه ما فيش فيها التهابات، المثانه ما فيش فيها حصوات، المثانه ما فيش فيها سرطان او كتل يعني حميده او غير حميده او سرطانيه، المثانه ما فيش فيها مثانه عصبيه، وبالتالي المثانه العصبيه الاستدلال عليها كيف؟ انه بيجي بيقول لك انه بشرب انا
يا دكتور كوباية مية بعد ربع ساعة أو بعد 10 دقائق بتدور على الحمام، لأنه حجم المثانة بتكون صغيرة، المثانة العصبية حجمها بتكون صغير. طبعا الحجم الإنسان المثانة البداية إن الإنسان يشعر أنه محشور 500 ملي، وهذا معروفة 500 ملي، هذول بيكون عندهم 100 ملي تقريبا. يعني لو شرب له هذا كوباية زي هذه 200 ملي بعد 10 دقائق ربع ساعة. وهذا يعني تفسير للأسئلة اللي بتجيني، بقول يا دكتور أنا بشرب، الأسئلة أو التعليقات الكثيرة اللي تجينا يا دكتور أنا بشرب كوباية مية من هان مش لاحق أروح بدي أروح على الحمام، وبالتالي بدنا ندور هنا المثال العصبي، لأنه هذه لها علاج وهذه لها علاج بناء على السبب. وطبعا مشاكل البروستاتا أيضا نفس الحاجة، أنه بنقول احتقان ولا التهاب ولا تضخم ولا لا سمح الله سرطان، وحتى الفئة العمرية هنا مهمة جدا، بناء عليها بده يتم العلاج. طبعا اذا كان بين فيه التهابات بدنا نعمل غير انه تحليل السائل المرئي بدنا نعمل مزرعه، وبناء على المزرعه بده يتم اخذ العلاج. وبتم العلاج هنا يعني حسب الشكوى، الطبيب هو من يقدر هذا لاسبوعين، هذا لشهر، هذا لشهرين، العلاج فتره العلاج الطبيب هو من يقدر. ومشان هيك ما يجيش يا مشاهدينا الكرام انا يا دكتور عندي تكرار في البول، اكتب لي ايش العلاج، مش هيك ما حللناش في تشخيص حاجة. لازم يكون صحيح الاستماع جيدا للمريض، جيدا الشكوى وسؤاله واستبعاد شيء وتاكيد شيء وعبر التحاليل، ومن ثم نصل لنتيجه. غير هيك كلام لا يمكن الاخذ به. طبعا بالنسبه للحاجات بدنا ضمن النصائح اللي احنا بنذكرها انه الابتعاد عن كل المنبهات، الاشياء المضره للبول، الناس اللي عندهم تكرار البول بدهم يبتعد عن المنبهات اللي هو الشاي والقهوه والعصائر والحليب، كل حاجات المضره للبول، الادويه اللي ادويه الضغط اللي فيها مدرات للبول، او الناس اللي بتاخذ مدرات للبول بدنا ننتبه، لانه حنضل ناخذ مدرات للبول بقول ايش الحل، بدنا الحل ندور وين المشكله. الضغط بدنا نضبطه بأدوية تانية ما فيش فيها أدوية مضرة للبول، لأنه أنا عندي مشكلة إنه كل ساعة بدي أروح على الحمام وهذا كثير، كل ساعة يعني من 8 إلى 8 هي 12 ساعة، يعني 12 مرة بدي أروح على الحمام وهذا كثير، وممكن في ناس أكثر من هيك. طيب أنا في مكان ما فيش فيه حمام، إيش بدي أسوي في الشارع؟ وبالتالي يعني هي مشكلة مقلقة، لكن حلها كما قلت الحلول بناء على الـ 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 السبب بيتم الحل. طبعا في اشياء بدنا نبتعد عنها من الغذاء، يعني مثلا اللحوم الكثيره هنا يعني بدنا نبتعد عنها، الطراشي والفلفل والمخللات والموالح هذه كلها بتزود بتهيج المثانه والبروستات، بالتالي بدنا نقلل منها او بدنا نبتعد عنها نهائيا. هذا الناس اللي السوائل الغازيه بدنا نبتعد عنها، يعني هذه نصائح عامه بدنا نبتعد عنها، المنبهات القهوه والشاي بدنا نبتعد عنها، يعني الحاجات كل هذه بالنسبه للغذاء بدنا نبتعد عنها. طبعا حسب المشكلة أيضا، إذا كان في المثانة العصبية التوتر والقلق أو الإجهاد وعدم النوم، هذه كلها بدها تكون من ضمن اللي احنا ما حكيناش بدواء، بدها تكون من ضمن العلاجات ومن ضمن النصائح اللي احنا حنذكرها للمريض، لأنه بدون هيك إيش دكتور دواء أخذ، طب الدواء الفلاني والدواء العلاني ولا شيء، خلصنا مشكلة. الدواء أنا بحكيها وبأكدها ويسمعني اللي متابعينا الاعزاء والاحباء، انه الدواء 10% فقط هو من العلاج، والنصائح اللي نذكرها ان كان اللي هو التشخيص الصحيح هي 90% التشخيص، والحاجات اللي احنا بدنا نقول حاجات ايش ناكل وايش ما ناكلش، وايش الحاجات النصائح اللي ابتعد عنها، اللي اهلكت احنا فصل الشتاء التدفئه، الناس لما بيكون رجليه بردات ورقبته بارده وديه بردات، البرد هذا بزود تكرار البول، لانه بهيج المثانه وبهيج اللي هو البروستيت، وبالتالي المريض بضله رايح جاي على الحمام. يعني هذه هي اهم النصائح اللي انا حبيت في يعني مقطعنا هذا انه تصل لمتابعنا ومشاهدنا الكريم. تمام دكتور، يعني قد يكون كثره التبول مدعاه للقلق خاصه في فصل الشتاء. نعم. كيف تعقب على هذا الموضوع؟ نعم، يعني انا قلت اللي هو البرد الان بزود الامور، وبالتالي على اللي هو حسب مين المشتكي، هو في الشباب ولا هو كبير السن ولا هو يعني في الثلاثينيات. طبعا عند كبار السن البرد بزود اللي هو او بفاقم مشكله مشاكل البروستاتا، عند كبار السن اغلبها بتكون مشاكل تضخم غده البروستاتا، وفي البرد بتزود، وبالتالي يجب عليهم انه تدفئه هذا وعدم شرب تدفئه اللي هو طبعا القدمين، تدفئه الوسط، تدفئه الرقبه والراس، هذه مهمه جدا، وعدم يعني بالنسبه للمأكولات كل الحاجات اللي احنا ذكرناها، وعدم شرب السوائل
بالاخص قبل النوم ساعتين ثلاثه. الناس اللي عندهم بالاخص اللي بيقوموا اللي عندهم مشاكل في البروستاتا بيقوموا بالليل مره ومرتين وثلاثه وخمسه وسبعه، عدم شرب السوائل قبل النوم ساعتين ثلاثه، انه نفرغ البول قبل النوم مباشره عشان نرتاح، لانه النوم وجد حتى الانسان الجسد يرتاح والاعضاء الداخليه تبدا تشتغل تصفي السموم. والبول كيف بيجي السموم؟ الكلى تبدا تصفي ما أكلنا من حلويات ومن فلفل وطراشم ووالح ومن غذاء ومن سوائل مشروبات غازية، يعني كل هالأمور هذه سموم، وبالتالي بدها وقت، نعطي الوقت الكافي حتى الإنسان يرتاح ينام، والكليتين والكبد طبعا انه يبدوا يصفوا السموم هذا ويطلعوه على شكل اللي هو البول. تمام دكتور، يعني في الختام ان كان من توجيهات ونصائح بالمجمل للمشاهدين في هذا الاطار، يعني احسن هي بشكل عام انه هذا الامر هو مقلق، وبالعكس بعض الناس بيقول لك حياتي جحيم، وانا يمكن عملت هذا المقطع بناء على تساؤلات كثيرة جتني عبر اليوتيوب والسوشيال ميديا. وبالتالي من ضمن النصائح انه احنا نلتزم، اول حاجة نذهب الى الطبيب للتشخيص، اللي بيعاني من مشكلة كثرة التبول او عدم التحكم بالبول او السلس البولي، يعني وهذه هي المدخل، انه لا يوجد روشتة واحدة لكل مرضانا. اثنين، انه بدنا النظام الغذائي وطبيعة حياتنا يجب انه شوي يصير فيها تغيير، وإلا الدواء لوحده لن يفيد. الدواء فقط 10% أو 90% اللي هي بالنسبة للغذاء، الحاجات اللي هي المنبهات والطراشي والفلفل والمخللات وعدم الإجهاد والتدفئة، وإنه يبول قبل ما ينام، وإنه قبل النوم 3 ساعات إنه يعني ما يشربش سوائل، وإنه يعالج المشكلة بناء على السبب. إذا مشينا على هذه، طبعا يشرب اللي هو مشروبات كثيرة، منها القريص ومنها الشعير البلدي يغليه طبعا وبصفيه بعد ما ينغلى ويصفيه، وحتى يعصر ليمونة، هذه مهمة جدا إذا كان في مشاكل أملاح أو حصوات أو حتى التهابات، يعني هذه كلها بتصفي الجسم من كل الأملاح ومن السموم ومن الرواسب العالقة في الجسم، وبالتالي حاجات سحر وحاجات بسيطة والبقدونس، يعني الحاجات هذه الكرافس، حاجات هذه كلها يعني الحلبة حتى بتزود المناعة بتصفي الجسم، وبالتالي بحس الإنسان بنشاط وبحرية وبطاقة، وبتخفف من كل هالأشياء اللي ذكرناها من تكرار البول. وبالتالي من شان هيك يمكن احنا قلنا انه يجب على المشاهد الكريم الاستماع من بداية الحلقة حتى نهايتها حتى يصل بنوعية المشكلة. كل واحد عنده مشكلة خاصة به هو، من شان هيك لما بنحكي بنحكيش على مشكلة واحدة أو سبب واحد، لا، هي أسباب كثيرة، وكل واحد من اللي بيشاهدنا الآن بده يعرف وين مشكلته على أساس أنه بناء عليها يتم الحل بإذن الله. تمام، شكرا لك دكتور. أعزائنا المتابعين، إلى هنا قد نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كونوا في رعاية الله.